وخليني أكلمكم بالراحة وبهدوء وبدون انفعال عن الحكاية باختصار شديد. أنا عايز أقول لكم إن إحنا كنا دايماً بنتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وبتخطيط عميق، وعمرنا أبداً ما عشنا الوهم ولا حاولنا أبداً الوهم ده نقدمه ليكم ولا نصدره ليكم، وعمرنا أبداً بفضل الله سبحانه وتعالى ما حاولنا أبدا إن إحنا ندغدغ مشاعر الناس، أبدا ما حصلش ومش هيحصل. فالقلق اللي المصريين قلقانين منه فيما يخص موضوع المية زي ما قلت قلق مشروع.